الله وبركاته. نتناول درس إملاء للثالثة ثانوي يدور حول حذف الألف من أسماء الإشارة. طبعاً في أسماء الإشارة هناك لفظ وكتابة تختلف عن اللفظ فيما يتعلق بأسماء الإشارة. الحالة الأولى من حالات حذف الألف من أسماء الإشارة، أولاً هاء التنبيه. هاء دائماً عندما نعرب هذا أو هذه أو هؤلاء نقول الهاء للتنبيه ونكمل فنقول هاء، أي أنها الهاء ولاحقة بها الألف. لكن في الكتابة هذه الألف تسقط، لماذا؟ لأنها تسبق أسماء الإشارة. هناك مجموعة من أسماء الإشارة إذا سبقتها هاء التنبيه تسقط منها هذا الألف من هاء التنبيه. فالحالة الأولى هي تحذف الألف من هاء التنبيه إذا سبقت أسماء الإشارة. ما هي هذه الأسماء الإشارة التي تحذف منها هاء التنبيه؟ تحذف منها الألف. هذا وهذه وهذه وهذان وهذين وهؤلاء. إذا أردنا أن نلفظها نقول هذا، هذه، هذه، هذان، هذين وهؤلاء. في اللفظ هناك لفظ الألف لكن في الكتابة تسقط. لماذا تسقط الألف من هاء التنبيه؟ لأنها سبقت أسماء الإشارة. طبعا هذه الألف تحذف الألف من هاء التنبيه إذا سبقت أسماء الإشارة طبعا كتابة وتبقى لفظا. إذا أردت أن أقوم بكتابة ما ألفظ، إذا أردت أن أكتب ما ألفظ فأقول هذان وهذين وهؤلاء. نلاحظ أن هذا لفظاً وهذا كتابة. أنا في هذه الحالة كتبت ما ألفظ، أما في هذه الحالة كتبت ما هو واجب كتابه كقاعدة إملائية. فهذا وهذه هي واحدة، لكن في هذه الحالة كتبت ما ألفظ. إذن في هذه الحالة لدينا الألف يسقط، هذه الألف هي ألف هاء التنبيه. أيضاً في هذه للمفرد المؤنث أيضاً لدينا الهاء تسقط، وأيضاً في هذه أيضاً الهاء تسقط، وأيضاً في هذه الحالة هذان تسقط الألف، وهذين في حالة الجر أيضاً تسقط الألف، وهؤلاء أيضاً تسقط الألف. في هذه الحالات تسقط الألف كتابة وتبقى لفظاً. إذن هذه حالة هي الحالة القواعدية لكتابة أسماء الإشارة، بينما هذه الحالة هي الحالة اللفظية. أنا كتبت كتابة عروضية لما ألفظه، لذلك أكتب الألف لأن الألف هي موجودة مع هاء التنبيه، لكن القاعدة تقول تسقط ألف هاء التنبيه إذا سبقت أسماء الإشارة تسقط لفظاً وتبقى كتابة. هذا ما يتعلق بهاء التنبيه وفي حال ورودها قبل أسماء الإشارة. الحالة الثانية مع أولئك، أيضاً نقول تحذف الألف من اسم الإشارة
أولئك أو أولاء أولاء تحذف الألف من اسم الإشارة أولاء إذا اتصلت بها كاف الخطاب. أنا الآن أكتب أولاء كما واجب كما هو يجب كتابته في حال اتصالها بكاف الخطاب، تكتب على هذه الشكل أولئك. هذه الحالة هي الكتابة القواعدية النظامية كما تقول لنا أو كما تعطينا القاعدة التعليمات. تحذف الألف من أولاء إذا اتصلت بها كاف الخطاب، أولاء اسم إشارة والكاف هي الخطاب. لكن إذا أردت أن أكتب ما هو ملفوظ فأكتبها بهذا الشكل أولئك. أولئك بهذه الحالة، أنا في هذه الحالة كتبت ما ألفظه، أما في هذه الحالة كتبت ما يجب كتابته كقاعدة إملائية. إذن الفرق هو أن الألف تسقط كتابة وتبقى لفظا. أيضا الحالة الثالثة من كتابة أو من حذف الألف مع ذا، تسقط الألف من ذا إذا لحقت بها لام البعد وكاف الخطاب. تسقط الألف من ذا إذا لحقت بها لام البعد وكاف الخطاب. ذلك إذا أردت أن أكتبها ككتابة قواعدية تصبح بهذا الشكل ذلك. ذا اسم إشارة، اللام للبعد، والكاف للخطاب. بينما إذا أردت أن أكتبها ككتابة لفظية أو أكتب ما ألفظه تصبح بهذا الشكل ذلك. الألف تسقط في هذه الحالة. طيب إذا أردت أن أعلل أقول لماذا سقطت الألف في ذلك، نقول لأن ذا لحقت بها لام البعد وكاف الخطاب، لذلك تسقط في الكتابة وتبقى في اللفظ. هذا ما يتعلق بحالات حذف الألف من أسماء الإشارة. الآن نقوم بحل التدريبات. يقول حدد الكلمات التي حذفت ألفها فيما يأتي. يقول في المثال الأول حافظ على أحبابك أولئك ذخرك. سؤال أول ألف، ألف من السؤال الأول أولئك. لماذا حذفت الألف من هذا منها في هذه الحالة؟ نقول لأنه لحقت به كاف الخطاب. المثال الآخر يقول البحتري وأكرم بغرس هؤلاء أصوله وأعظم ببيت ببيت هؤلاء قواعده. هؤلاء في الشطر الأول وهؤلاء في الشطر الثاني. باء هؤلاء. أيضا في هذا المثال أو في هذه الحالة هؤلاء حذفت ألف هاء تنبيه من هؤلاء. لماذا؟ لأنها لحقت أو لأنها سبقت اسم الإشارة. لأنها سبقت اسم الإشارة. المثال جيم يقول هذه فتاة أخلاقها عالية. هذه أيضا أصل الكلام ها وهذه، الهاء التنبيه وهذه وهذه ذا أو ذه اسم إشارة تعود للتأنيث. لماذا حذفت الألف من هذه؟ لماذا؟ نقول لأنها
سبقت اسم الإشارة، لأنها سبقت اسم الإشارة لذلك حذفت منها هاء التنبيه. أيضا نقول هذا صديق يقاسمني همومي دال هذا، لماذا حذفت أيضا الألف من هذا؟ أيضا نفس الجواب، يقول لأنه أو لأنها سبقت اسم الإشارة. إذن في هذه الحالات الأربعة حذفت الألف لأنها في الحالة الأولى لأنها لحقت بي اسم الإشارة كاف الخطاب، في الحالة الثانية لأنها سبقت اسم الإشارة، وفي الحالة الثالثة أيضا لأنها سبقت اسم الإشارة، وفي الحالة الرابعة أيضا لأنها سبقت اسم الإشارة. هذا كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم حول حذف الألف من أسماء الإشارة، ولكم جزيل الشكر أعزائي الطلبة على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.